بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بحضراتكم، أنا عبد الحميد نوار، طبيب الأمراض الباطنة وطبيب الأمراض المعدية في قسم الأمراض المعدية في جامعة تكساس في الولايات المتحدة. الحمد لله أنا شايف إن الكلام انتشر وفي مقالات كتير على السوشيال ميديا إن عن قرب انتهاء وباء كورونا، وإن الحمد لله تم اكتشاف إن هو مش فيروس وإنما هو بكتيريا، وإن معهد الأمراض المعدية في شمال إيطاليا وهيئة مكافحة العدوى في جنوب السودان اكتشفوا خليعة ومؤامرة منظمة الصحة العالمية على الأرض، فخلاص نطمن وإن الوباء خلاص قارب على الانتهاء. طبعا ده نموذج من الفتي والهبد والافتراء والكذب المنتشر على بكثافة بين أهالينا وعلى السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. كلام ما أنزل الله به من سلطان، الله أعلم، حبا للشهرة ولا لللايكات ولا للشير ولا للسبسكرايب. اتقوا الله، لأن احنا دلوقتي داخلين على وقت عصيب من وباء كورونا في بلادنا العربية والإسلامية. ده فيديو سريع عن حقائق بخصوص وباء كورونا كوفيد 19 علشان نوعي الناس على قد ما نقدر. هل وباء كوفيد 19 انتهى في العالم؟ الإجابة لا. احنا دلوقتي حوالي 6 مليون حالة في العالم وداخلين على نص مليون وفيات في العالم. هل يوجد علاج او مصل او لقاح لكوفيد 19؟ الاجابه لا يوجد علاج ولا مصل ولا لقاح حتى هذه اللحظه، وما زالت الادويه كلها ادويه تجريبيه. سؤال، هل يوجد هناك ادويه مساعده في علاج كورونا كوفيد 19؟ الاجابه نعم، هناك بعض الادويه المساعده، يمكن ابرزها او اخر حاجه تم التوصل اليها هو علاج الريمديسيفير اللي طلعت عليه بعض الابحاث خلال الفتره اللي فاتت انه قد يكون بيقلل نسبه الوفيات بنسبه بسيطه خالص، او بيقلل برضه نسبه او عدد ايام المكوث في المستشفى للمرضى اللي عندهم كوفيد 19 وحالتهم شديده. حاليا بنقوم في جامعه تكساس بالتعاون مع جامعات اخرى حول العالم بالتجربه الثانيه من هذا الدواء اللي هي الاكت 2 ترايل. بنضيف دواء اخر الى الريمديسيفير وهو عقار الباريسيتينيب، وهو اميونو موديوليتور، مثبط مناعي، وهنشوف تاثيرهم على المرضى وهيتم نشر النتائج خلال الاسابيع القادمه باذن الله. سؤال، هل مرض كورونا مرض جنسي او وصمه عار او عيبه؟ الاجابه كورونا ليس مرض جنسي وليس وصمه عار وليس عيبه. مش معنى ان حد جاله كورونا في منطقتنا او في عمارتنا او جارنا يبقى نشهر بيه، يبقى نمنع عنه وصول الاسعاف او نمنع عنه التغذيه. دي مش اخلاقنا وده مش ديننا، المفروض نساعد الناس مش نشهر بيهم. سؤال، هل الكمامه القماش لها تاثير ولا دي مجرد دعايه وماده تجاريه؟ الاجابه طبعا ليها تاثير. CDC هيئه او مركز التحكم في الامراض الامريكي بين اهميه الكمامه القماش لعوام الناس في الشوارع. تلبس كمامه قماش من طبقه او اكثر، يفضل اكثر من طبقه عشان بتحمي او تقي من الرذاذ المنتشر في الهواء او لو في حد قريب منك في الشارع، لان اوقات الرذاذ ده ممكن يكون حامل للفيروس. وطبعا الاطباء في المستشفيات بيلبسوا الماسك الجراحي او الـ N95. سؤال، هل كل مريض كورونا محتاج عزل في المستشفى؟ الاجابه 80% من مرضى كورونا هيتعافوا بدون احتياج اصلا لادويه، وبالتالي اي حد عنده حراره او كحه او تكسير في جسمه بس ما عندوش صعوبه في النفس وما عندوش سخونيه مستمره شديده يقدر يقعد في البيت ويحمل عزل منزلي، خاصه ان المستشفيات بدات توصل لمرحله التشبع. سؤال، كيف نعزل انفسنا بالمنزل؟ غرفه خاصه بمريض كورونا، حمام خاص بمريض كورونا ان امكن. ان لم يكن هناك حمام فمفيش مشكله، يتشارك الحمام مع الاخرين بس لما يطلع من غرفته والباقيين يكونوا في غرفه منعزله ومقفوله، وبعدين يطهر الحمام وراه، ولما يرجع غرفته بقيه الاسره تطهر الحمام بعده. يستخدم الكمامه عند الخروج من الغرفه وعند الرجوع للغرفه، تهويه المنزل بشكل جيد، قياس الحراره على الاقل مرتين يوميا، في حاله استمرار الحراره بشكل شديد جدا او نقص نسبه الاكسجين في الدم اذا في جهاز قياس اكسجين في البيت، لو قلت النسبه على 92% نتجه الى الطوارئ للتقييم. العزل المنزلي بيكون عن فتره ما لا يقل عن 10 ايام من بدء الاعراض، واذا الاعراض كلها راحت بفضل الله نقعد 3 ايام كاملين في المنزل استكمالا للعزل المنزلي، 3 ايام بدون اعراض تماما. سؤال، ما هو المتاح والمطلوب حاليا في ظل وجود هذه الذروه من المرض في بلادنا العربيه الاسلاميه؟ اقعد في البيت، ما تنزلش الا للضروره القصوى، التباعد المجتمعي في الشارع بينك وبين اي حد مترين، لبس الكمامه عند الخروج، غسيل اليد بالماء والصابون او الكحول طول اليوم على قد ما تقدر، منع الزيارات. مش جدعان ان يبقى حد عنده كورونا واروح ازوره لنفس المرض وبعدين هنقله لاهلي وببقى بألقي بنفسي واهلي الى التهلكه. ما هي نهاية وباء كورونا كوفيد 19؟ الله العلم عند الله. الأوبئة السابقة علمتنا أن ممكن المرض ينتهي بإيجاد علاج أو دواء أو مصل أو لقاح أو طفرة جينية في المرض أو تحصل مناعة قطيع، وحتى الآن ده ما فيش حاجة من الحاجات دي اتحققت. هل مرض كورونا هو مرض تخثر أو تجلط في الدم؟ الإجابة تخثر أو تجلط الدم جزء من مرض كورونا وليس هو المرض نفسه، وأدوية السيولة بتساعد تحت إشراف الطبيب. الله خير حافظا، اللهم ارفع البلاء والوباء، حافظوا على انفسكم واهاليكم واقعدوا في البيت ووعوا الناس على قد ما تقدروا، وربنا يحفظنا جميعا.